بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفنا في الحصص السابقة على أن الضرب عبارة عن جمع متكرر للعدد نفسه، وحفظنا أيضا جداول الضرب 10 و5 و2 و4. والآن سنتعرف ونحفظ حقائق الضرب في العدد 3. مثال: لدينا 6 سلات، في كل سلة 3 تفاحات، 1، 2، 3. وكم عدد التفاحات جميعها؟ سنجد عدد التفاحات جميعها. كيف سنجدها؟ سنجدها عن طريق الجمع المتكرر. إذا عندنا في كل سلة 3 تفاحات، عدد السلات 6، إذا سنجمع الثلاثة 6 مرات، إذا عدد المجموعات 6 وعدد العناصر 3، إذا سنجمع الثلاثة 6 مرات. عندما نجمع الثلاثة 6 مرات سيعطينا الناتج 18. طيب بدنا نحول الآن الجمع المتكرر إلى ضرب، إذا عندنا كم ثلاثات في المجموعات هنا؟ إذا عندنا 6 ثلاثات، 6 ثلاثات يعني عندنا عملية الضرب راح تكون 6 عدد المجموعات ضرب 3 عدد العناصر، والعدد الكلي يساوي 18. أحسنتم. الآن مثال آخر: عندنا مجموعتان، في كل مجموعة 3 فراشات، المجموعة الأولى 1، 2، 3 ثلاث فراشات، وفي المجموعة الثانية أيضا 3 فراشات. 3 فراشات هم العناصر، والمجموعات عندنا إذا 2 ضرب 3 يساوي 6. عندنا المجموعة الثانية 3 مجموعات وعدد العناصر 2، 3 مجموعات وعدد العناصر 2. إذا هنا عملية الضرب 3 ضرب 2 ويساوي 6. إذا هنا عملية تبادلية. عندنا بدنا نعرف إنه الضرب أيضا هو عملية تبادلية، يعني بصير نحكي 2 ضرب 3 يساوي 6 و3 ضرب 2 يساوي 6، لكن بالرسم يختلف. إذا الضرب هنا هو عملية تبادلية، لا ننسى. طيب عندنا الآن لدينا قفص دجاج، في كل منهما 3 دجاجات، فكم عدد الدجاجات في القفصين؟ عندنا إذن المجموعات عندنا مجموعتان. أحسنتم. إذن عندنا مجموعتان، في كل مجموعة 3 دجاجات، إذن عدد المجموعات 2 عدد العناصر 3، إذن 2 ضرب 3 يساوي 6 دجاجات. إذن لو بدنا نوجد الآن الجمع المتكرر لهذه المسألة، نقول إذا نكتب عدد العناصر هو 3. كم مرة بدنا نجمع الثلاث؟ راح نجمع الثلاث مرتين على عدد المجموعات، 3 زائد 3 يساوي 6. والنمط عندنا العد القفزي هو 3 6. ننتقل إلى السؤال التالي: لدينا 4 أعشاش، في كل منهما 3 بيضات، فكم بيضة في الأعشاش جميعها؟ إذا عندنا كم عش عندنا؟ عندنا 4 أعشاش، 4 أعشاش هي تمثل المجموعات، إذا عندنا كم مجموعة هنا؟ 4 مجموعات. كم عنصر في داخل المجموعة الواحدة؟ عندنا 1، 2، 3، 3 بيضات، إذا عندنا 3 عناصر. إذا مسألة الضرب هنا 4 ضرب 3 ويساوي 12 بيضة. طيب الآن لو بدنا نوجد أيضا الجمع المتكرر لهذه المسألة، إذا سنجمع 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3، إذا هنا راح نجمع الثلاثة 4 مرات على عدد المجموعات، 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 ويساوي 12. لو بدنا نوجد أيضا النمط أو العد القفزي، نحكي 3 فاصلة 3 زائد 3 6، 6 زائد 3 9، 9 زائد 3 يساوي 12، 12. ننتقل إلى السؤال التالي: كم عدد البقرات في 5 مجموعات؟ إذا عندنا الآن 5 مجموعات، مجموعة، مجموعتان، 3، 4، 5، 5 مجموعات، إذا عدد المجموعات 5.
في كل مجموعة ثلاث عناصر، ثلاث بقرات، في كل مجموعة ثلاث بقرات أي ثلاث عناصر. إذا 5 ضرب 3 يساوي 15 بقرة. 15 بقرة. طيب لو أردنا أن نوجد الجمع المتكرر لهذه المسألة نكتب العنصر اللي هو 3، بدنا نجمعه كم مرة؟ رح نجمعه 5 مرات على عدد المجموعات اللي معانا. 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 ويساوي 15. العد القفزي أو النمط أيضا رح نقفز 3 ثلاثات، رح نقفز على عدد العناصر. إذا كم مرة رح نقفز؟ رح نقفز 5 مرات، كل مرة رح نقفز 3 على عدد العناصر الموجودة معنا. إذا 3 6 9 12 15. الآن يا ثاني سنكمل على خط الأعداد. أكمل الأسهم التي تشير إلى موقع وصول الأرنب بعد كل قفزة واكتب العدد في المربع. عندنا أول شيء 0 3، إذا هنا بدنا نقفز 3، إذا بدنا نقفز يا ثاني 3 كما أخذنا سابقا. رح نقفز 3 3 6 12، إذا إحنا بنقفز 3 15، راح نقفز كمان 3 18، كمان 3 21، كمان 3 24، كمان 3 27، كمان 3 30. إذا هنا 1، إذا القفزة الأولى قفزنا 1، 1 ضرب 3 إذا أعطانا 3. قفزنا قفزتان 2 ضرب 3 يساوي 6. قفزنا أيضا 3 قفزات، مثل يا ثاني على أصابع يدك، حط إذا 1 ضرب 3 بيعطينا 3، 2 حط إصبعين على إيدك، 2 ضرب 3 إذا بيعطينا 6، حط على إيدك 3 أصابع إذا قفزنا 3 قفزات، 3 ضرب 3 يعطينا 9. 4 على إصبع إيدك، إذا ارفع إصبعك الرابع، 4 ضرب 3 يساوي 12. 5 حرك إصبعك الخامس، إذا 5 قفزات، 5 ضرب 3 إذا 15. بنقفز 3 6 9 12 15. 3 ضرب 6 18. 7 ضرب 3 21. 8 ضرب 3 24. 9 ضرب 3 27. 10 ضرب 3 30. أحسنتم. الآن السؤال التالي، أجد الناتج وأحفظ. عندنا 1 ضرب 3 3، 2 ضرب 3 6، 3 ضرب 3 9، 4 ضرب 3 12، 5 ضرب 3 15، 6 ضرب 3 18، 7 ضرب 3 21، 8 ضرب 3 24، 9 ضرب 3 27، 10 ضرب 3 30. طبعا يا ثاني هذا حفظ، يجب أن نحفظه جيدا. الآن أضع العدد المناسب في المربع. ما هو العدد الذي نضربه في 3 يساوي 12؟ عندنا الآن حكينا 3 هي تمثل ماذا؟ العناصر. إذا رح نقفز 3 العناصر، رح نقفز لحد ما نوصل لعند 12. بنقفز 3 3 6 9 12 على أصابع إيدك، كم مرة قفزنا؟ بنعدهم 3 هي 1 6 2 9 3 12 هي 4، إذا عدد القفزات عندنا 4 قفزات، إذا بنحكي 4 ضرب 3 يساوي 12. ننتقل للسؤال الثاني، فهمناه يا ثاني؟ راح أعيد مرة ثانية، إذا كيف عرفنا إنه الجواب 4 ضرب 3 مربع ضرب 3 يساوي 12؟ حكينا العنصر عندنا 3، راح نقفز 3،
بنعد كم مرة قفزنا لحد ما وصلنا لعند 12، فبيكون الجواب المربع الأول 3 6 9 12. إذا عدد القفزات هنا قفزناهن 4 قفزات، إذا 4 ضرب 3 يساوي 12. الآن مربع ضرب 3 يساوي 3، إذا كم مرة راح نقفز ثلاثات راح يعطينا 3؟ أحسنتم، إذا هي قفزة واحدة، إذا مرة واحدة قفزت، إذا 1 ضرب 3 يساوي 3. المسألة الثانية 2 ضرب 3 يساوي مربع ضرب 2. لا ننسى يا ثاني أخذنا سابقا العملية التبادلية، قلنا أن الضرب هو عملية تبادلية، 2 ضرب 3 يساوي راح يكون الجواب هنا 3 ضرب 2، لأنه الضرب هنا عملية تبادلية، إذا راح يكون نفس الرقم موجود عندنا في المربع، نفس الرقم الموجود في المسألة السابقة، 2 ضرب 3 يساوي 3 ضرب 2. الآن 5 ضرب 3 يساوي 4 ضرب 3 زائد مربع. هنا سنجد 5 ضرب 3 كم تعطينا؟ عشان نعرف المربع الفاضي هناك، إذا رح نكتب 5 ضرب 3 هي عبارة عن 15، و4 ضرب 3 هي 12 زائد مربع. الآن 15 عبارة عن ماذا؟ بدنا نجمعها، 3 رح نجمع 3 5 مرات ورح يطلع معنا 15. عندنا 4 ضرب 3 رح نجمعها 4 مرات ورح يطلع معنا 12. رح يضل معنا مربع واحد فاضي. إذا إحنا بدنا نوجد في المجموعة الثانية لازم يكونوا 5 مجموعات مثل المجموعة الأولى. إذا رح نجمع 3 5 مرات عشان يصيروا متساوية مع 5 ضرب 3. إذا عندنا 5 ضرب 3 أعطتنا 15، 4 ضرب 3 12. إذا زائد لازم نزيد عليها كمان عنصر ثاني وهو 3. إذا لازم يكون 12 زائد 3 يعطينا 15. إذا هنا في المربع لازم يكون عندنا 3. أتمنى أنكم استوعبتوها يا ثاني. عندنا الآن مسائل. أعدت خولة طبقا من الحلوى في صينية على شكل صفوف وأعمدة، ووضعت في كل صف 3 حبات. نلاحظ أنه في كل صف 3 حبات، وكان عدد الصفوف 4، فما عدد حبات الحلوى؟ إذا هنا يا ثاني رح أعيد لكم السؤال مرة ثانية عشان تستوعبوه صح. أعدت خولة طبقا من الحلوى في صينية على شكل صفوف وأعمدة، ووضعت في كل صف 3 حبات، إذا كان في كل صف 3 حبات، وكان عدد الصفوف جميعها 4، فما عدد حبات الحلوى؟ إذا هنا يا ثاني عندنا المجموعات هنا هي 1 2 3 4، إذا صار عندنا 4 مجموعات، في كل مجموعة 3 عناصر اللي هم 3 حبات من الحلوى. الآن مسألة الضرب راح تكون 4 ضرب 3 ويساوي 12 حبة. إذا عندنا فهمنا كيف حليناها، ما بنحط إحنا خطوط أو دوائر عمودية، راح تكون أفقية على عدد حبات الحلوى، لأنه حدد لنا 3 حبات من الحلوى في كل صف، كان عدد الصفوف 4، إذا رح نحكي 4 ضرب 3 ويساوي 12 حبة. السؤال الثاني، يدرس محمود 3 ساعات في اليوم الواحد، فكم ساعة يدرس في 5 أيام؟ إذا يدرس 3 ساعات في اليوم الواحد، فكم ساعة يدرس في 5 أيام؟ إذا 5 أيام هي عدد المجموعات، والثلاثة هي عدد العناصر، إذا 5 ضرب 3 يساوي 15. والآن أحبتي احفظوا جدول 3 غيبا بدون ترتيب، أهم شيء بدون ترتيب، ما تحفظون إياهن ورا بعض 3 6 9 12، لا مخربطات بدي إياهم. وحل الدوسي صفحة 20 21 22. وإلى اللقاء في حصة قادمة أحبتي، مع السلامة.